ورايحين ناخذوا عينه محدده اللي هي المطاعم كونها تستقبل عدد معتبر من الزبائن، ولذلك راح نقف على مدى التزام اصحاب هذه المطاعم بالتدابير والاجراءات الوقائيه من انتشار كوفيد 19. الامر هذا تاع المعقمات هنا ولا تاع التنظيف ولا لي سيرفر تاعو كاع بالكمامه، هذا امر لا نقاش فيه، هذا ما فيهش تساهل اطلاقا. لانه الكليون بحكم طبيعه الخدمات اللي تقدمها راك توكل في الناس، راك مطعم، اذا الكليون يسرا اوبليجي يقلع القناع الواقي باش ياكل، وش يبقى؟ يبقى لو سيرفور راهو مفروض عليه انه يضع القناع. قد يعيط له الكليون في اي لحظه، قد تحتاج تقول لي او قاعد برك مش يخدم، لا قادر يروح للكليون تاعو في اي لحظه يضبط اموراته. انت رانا ضبطنا عندك السيرفر تاعك ماهوش مدير الكمامه، هذه مخالفه. واش يترتب علي هذه المخالفه؟ يترتب عليها الغلق. اذا احنا وفق ما اقتضاه القانون والتدابير والاجراءات التنظيميه ضبطنا عندك مخالفه، اذا النتيجه تاعها راح يكون ملف اجراءات اداريه وجزائيه، وين راح يكون الغلق المحل تاعك. هذه نقطه. النقطه الثانيه، عندك الطاويله اللي راهي لهيه هم فيها ثلاثه لا اسمح لي، فيها ثلاث زبائن هنا، سما ما احترمتش التباعد الجسدي، هذه ايضا مخالفه يترتب عليها الغلق. اذا احنا هنا مع الامن الحضري المختص اللي هو الامن الحضري السادس راح نتخذوا معك الاجراءات الفوريه بالغلق الفوري، والمسؤوليه راح تحملها انت شخصيا لانك انت المسؤول على هذا المحل. داكورا، هذه هي كيسيون. وعلاش ما كنتش حاط لا باب؟ قنعنا فقط. ما تمرضش؟ بيان سور، الواحد يخاف. تري بيان، نحيتها كي كنا نهضروا. واه نحيتها كي تهضر والله، طول الموند يلعب معايا. دوكا ما راكش حاطها كوريكتومون، مخرج خنوتك. دونك شوف، لو بورت دو بافيت ايت اوبليغاتوار، راهو وضع القناع الواقي اجراء قانوني ملزم لكل شخص. ما تتحجش تقول لي حبيت نهضر معاه، ها نهضر انا شو اون تران دو بارلي نو داكور. نديرو لك اون بيناليتي، نديرو لك مخالفه وتخلص مليون، لعلك تكون عبره لمن لا يعتبر اولا، وسافا فوزيفيتي ان شاء الله مستقبلا هذا التراخي. داكور، اتفقنا؟ خلاص. رانا في مؤسسه فندقيه كما هو معلوم تستقبل الزبائن، وانا راح تكون الاقامه هنا مؤقته كما يقول التنظيم تاع التسيير تاع الفنادق. اذا الاستقبال هذا تاع الجمهور كما يكونش فيه ضبط بالنسبه للتدابير تاع الحمايه تاع الانتشار تاع الكوفيد 19، راح المؤسسه هذه تاعكم راح تكون بؤره، وبالتالي المواطن هذا الزبون مش راح يكون في منأى، وانتم ثاني كمسيرين كعمال كجهاز اداري هنا في هذه المؤسسه لابد من الالتزام التام من الدخله تاع الباب تاع المؤسسه تاعكم. الزبون هذا توجهوه وتاطروه وتعطيوا له الاوامر، اذا ما التزمش قال محمد احنا ما نقدمولكش الخدمه هذه. رفعنا نقولوا دي ديفايونس اختلالات، راح نطبقوا عليك القانون، راح نقترحوك الغلق، وانت من بعد تشوف مع المعلم تاعك كي فاريكتيفي تو سا. داكور، اتفقنا؟ لا، شوف هذه مؤسسه فندقيه بوزنها وبالهويه تاعها قيمتها تستقبل الجمهور بهذا المستوى، من المفروض الحوايج هذو تاع كل الاجراءات تدابير تاع مكافحة انتشار كوفيد 19 نورمالمون ما يكونش تقصير نهائيا. من المفروض كيما المبسحة هذيك تاع المدخل تاع لوتيل هذا، من المفروض راهي موجودة، هي ما كانش. المعقم هنا أيضا على الكونتوار هنا ما كانش. إذا حتى لربما يجيكم زبون بدون كمامة قادر نيماجيني باللي راح نتبيتو عادي. وبالتالي هذا نقدر نسميه أنا تهاون وتراخي. وهذا هو السبب اللي يجعل بلي الكوفيد هذا الوباء هذا ينتشر. سي بو بيرميتي، تفضل. لا مرحبا، هذا هو المعلم. الله يبارك. دونك قدام شيفونا ما كانش، الجل ما كانش، البافيت ما كنتش حاطها كوريكتومون. دونك
راك قاعد تلعب على ريبيوتاسيون تاع هذا الفندق هذا داكور. يجونا يجوكم دي كليون قادر يكون واحد مريض صرت باللي حاجه ما تخص نور منا حاجه هكذا ما تلقاش حاجه والله انت اللي تعرف تلمع لما تنسول الاول المؤسسه هذه تاعك انت اللي تتبع وانت اللي تراقب وانت اللي توجه وانت اللي تمد التعليمات باه تحافظ على الاستمراريه تاع النشاط تاعك. هذا هنا راك تستقبل المواطنين تستقبل الجمهور يقيمون عندك يعني باتوا هنايا مؤقتا قادر يجي واحد ونتهاونوا معاه لربما يكون حامل الفيروس وما وانت ماكش متقيد بالاجراءات الوقائيه قاتل واحد يدخلنا الفيروس اللي هنا وتكون العدوى وين يكون لا قدر الله انت المرحلة تاع التحسيس خلاص استنبدناها اليوم رانا بصدد تأطير إجراءات ردعية داكور. راح نديرو لك ملف راح نديرو له ملف هو أوطونك ريسبسيونيست هو اللي مكلف بالاستقبال راح نديرو لك ملف على أساس أنك ما توضعش لا اسمح لي تهضر بالتليفون على راحك تقدر تهضر أنا جو بو بارلي افيك لا بابيت بالتليفون راك شاد بلا ريسبسيون تهضر توضع الكمامة تاعك وهضر على راحك بالتليفون داكور. حنا نطبقوا عليك القانون حنا رجال القانون نردعوا هذه السلوكات باش ما ترجعش خلاص نوتامون في الفضاءات الخدماتيه ستانوتي الله يبارك بقدره ماذا بينا واحد ما يدخل صحيح ويخرج منه مريض بدءا بك تا داكور. فهمني علاش ما تحط بابات اي هنا في الطوموبيل اي هنا في الطوموبيل حضرات تغضضوا الاجراءات ديال البروسيس اي معليش اربع تنوع تاع الصيام ندير دي زيتيكات وتلزم كل شخص داخل يوضع البابات تاعو هنا تلزم ايضا توجه الزبائن تاعك باش يديروا التباعد لا ديستانسياسيون الجيل تاعك يتحط بلوس لهذا لو ليكيد هيدروالكوليك بلوس واش شيفون هاي ما كانش دونك راح ندير لك محضر ونقترحوا لك الغلق هذا هو الاجراء المعمول احنا كمصالح الشرطه نخدموا خدمتنا لانه ما لازمش نسمحوا بالتراخي خلاص. وعلاش راهم تروا بارتابل كيفاش والله ما نديروا لك اقتراح غلق لانه مخالفه مش تاعت مسخير هذه ما نسامحوش فيها هذا الامر ما نسامحوش فيه لانه الناس راح تمرض تعاودوا فيريفيو لونجسترمون سيبوكم ديرها لهنا وعلاش؟ قنعني قنعني والله ما مليح ما تمرضش؟ نمرض حافظ على راحك زيد طلعها شويه غطيني فيك هلا بارك الله فيك ربي يستر صح البورتفوار راك مضبوط الحمد لله راك مليح ربي يقدرنا وعلاش كاين 3 بيرسون بارتابل لهي باسكو عايله في بالا لا لا تفضل فهمني كاين ريغلومونطاسيون كاين شوف انا ندير لا سيباراسيون ندير لي طابل فهمني وعلاش طابله فيها 3 بيرسون جاوبني قدر السؤال باسكو هما عائله دوك ما تقدرش واحد يقول لك نقعد وحدي وزوج يقول لك نقعد حنا والله غير عينا باش نابليكيو هاد لا ريغل اسمعني اسمعني تفضل vous l'appliquez sinon vous ferez l'objet تاع قرار غلط vous l'appliquez شوف عمي نقول لك حاجه انا فهمت اسمح لي مع كل احترام حنا والله غير نقولوا دي فوا يجي معاهم طفل دخلنا لقينا 3 بيرسون في طابله قلت لي سيت اون فامي فيريفيهم مع بعضنا سي بون اصدقاء صح هو هذيك هي ما تحجش ما تقوليش فامي نو هادو سي زامي هذه صاصبي غلطه تاعنا وماناش متولين ليها قانون واضح قال لك التباعد الجسد ما يكونوش في طبله واحده اكثر من زوج انت راك تقول دي فامي هذا ماهوش عذر ماهوش عذر اطلاقا وهذه هي مخالفه ورانا رفعناها والمخالفه هذه واش ينجر عليها؟ ينجر عليها الغلق الغلق تاع المحل تاعك ليه؟ لانك انت هو المسؤول على الزبائن او مش هو اللي تجي يفرض عليك او انت اللي أو انت اللي توزعهم انت اللي تنظمهم انت هو المسؤول هنا يورا با دو بروشين فوا اليوم جينا وقفنا على اختلالات راح نقترحوا لك الغلق وراح نديروا لك نتخذوا ضدك الاجراءات ماكش محترم التباعد باش منا وجاي ما تحجش منا وجاي ما تحشمش من لا فامي كي يجيوك في ربعه ولا سته ما تحشمش منهم وتقعدهم لاصقين بعضهم داكور راح نتخذوا ضدك اجراء هكا يكون تكون اولا مثل الناس واحد اخرين وتحبس هذا
دونك توضعي ميم ساحة ان شيفون تحطي فيه لو جافيل سي امبيراتيف داكور لقيناك مضبوطة سينون نتخذوا ضدك اجراءات رضاعية كي مضبوطة الجيل كاين لابابات كاينة امور مضبوطة لكن عندك هذه الملاحظة السلبية لا لا ريزون دو بلوس تي راكي الله يبارك مرا سي فوتر سبيسياليتي ابارامون دونك فو ريغلي لي شوز داكور بعد ولا بعد جاوبني قدر السؤال جو فيان دو فير ان كونستا لقيت بلي لي كليون تاعك ما يوضعوش لي بابات وانت ماكش حاطها وعلاه بصح ابدا براحك انت وعلاش ما تحطش بابات وين نعم انا كنت نخدم هنا سي ميليو فيرمي لا لا باسكو لا هبطها باش نيتواي نيتواي بني درنا معاينه قبليه وشفنا بلي ما تحترموش التباعد توجور لي طابل اون كومبلي اي فو كي دي اون ديستانسياسيون لازم نحترموا التباعد ونطبقوا الاجراءات القانونيه اجباريه داكور اتفقنا اتفقنا ولا ما اتفقناش وزالي فير لوبجي دون فيرميتور كاجراء وقائي احترازي راح يحثكم باش تحترموا هذه الاجراءات الوقائيه كوفيد راهو يزيد عفوا اسمح لي المساحه نعم ابا لي زون دو بلوس عندك مساحه صغيره دخل بالعقل انا نستناو الاجراءات هذيك تاع الكوفيد تاع الفيروس هذا عندها قداش 6 شهور ملي خرجت واش تقول اسمح لي اسمع واش تقول عندك لي بافات كمامات وعندك تباعد ما بين الزبائن هنا دوك هاي النظره الاولى تاعي المعاينه تاعي ما كاينش تباعد داخله في بعضها وبزاف ما همش مديرين لي بافات هاك تقول لي بلي المحل ضيق وصغير المحل نو اسمح لي هاك تقول لي المحل ضيق مين انت هو المسؤول هنا على المحل انت اللي تسيطر عليهم انت اللي توجههم على الاقل زوج في طابله على الاقل زوج في طابله زوج في طابله او القانون اللي يهدر هكذا هابط ها زيد علاش ما كنتش مدير بافات فهموني نسقم دخل غطي نيف فوالا وعلاش ما كنتوش حاطينها والله تشوفي راح تدخلوا تتغداو كي تدخلوا تتغداو قلعوا دونك راكم في المكان العمومي نوضعوها والله لا لا اش ما عندكم حجه بصح انا ما بصح واش بصح انا نزيد نقول غطيني فيك دوكا هادو دوكا نقول لك بور هادو لي ريستورون هذا اللي على راحك هذا اللي على السلوك تاعك هذا اللي على السلوك تاعك خلينا من لي ريستورون عندنا المهام تاعنا وعلاش بافات ما تحطهاش مكان عمومي حنا كنا مديرين هكا كنا على لا لا ما تراخاش ما تراخاوش كاين مرضى وطايح داكور نحافظوا على رواحنا اجراءات تباعد ما كانش خلاص من عندنا هنا قلنا وعلاش نعم زوج زوج ما راهمش زوج زوج راهم ربعة 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 هذا وين قاعدوا دونك حنا نخدموا بلو كونستا كونت اون في ان كونستا كي نديروا معاينة اسمعني ما هدرتش معاهم والله كيف يقعدوا كيما يحبوا والله غير حضرت هذا وين برك وفري لوبجي دون فيرميتور راح نقترحوا لك قرار غلق فوري وانت من بعد vous allez vous rectifier d'accord راح تضبط حوالك بالله سبحانه d'accord ربي يعاونك